السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا منتج جديد نبغى نديره له unboxing. عندنا كاميرا جديدة، خلي نفتحه نشوف وش اللي في فصل الصندوق. تمام هيك. اوكي، طبعا الكاميرا هذه من لينوفو. it's a desktop or laptop full HD cam webcam. So طبعا الكاميرا اللي هي لينوفو 300 full HD webcam. It's a Lenovo Essential full HD webcam. الميزة في الكاميرا هذه اللي هي full HD اللي هي تدعم ال 1080p، يعني الكواليتي متاعها حتكون عالية جدا، احسن من الاولى اللي كانت عندي اللي هي كانت 720p. ف درت ابجريد من لينوفو لينوفو 300 او 300 فول اتش دي ويب كام، اللي هي لينوفو اسينشال فول اتش دي ويب كام. هنشوفوا شو مفصل الصندوق. طبعا الصندوق ما فيش شيء الا الكاميرا، فيه طبعا اليوزر مانوال او اليوزر جايد، بحيث انه هو يوري لك بعض الديتيلز على الكاميرا بحيث انك انت تشوف شنو الكاميرا هذه فيها. بس ما فيش حاجة تانية مع الصندوق غير ان هي الكاميرا بروحة بس يعني، واليوزر جايد. فهذا هو اليوزر جايد، تشوف شنو اللي موجود فيها. والكاميرا مجرد USB بس. طبعا اللي حلو في الموضوع اني عجبني بالنسبة للكاميرا، طبعا الكاميرا فيها الكفر هداي او الغطاء هداي يغطي العدسة، فلما انت تبدأ مش على الكمبيوتر بتقدر تسكر، او حتى لما تبدأ انت على الكمبيوتر ما تبيش مثلا بالغلط تفتح الكاميرا او حاجة زي هيك، تقدر تغطي الكاميرا الواجهة العدسة، لان الكفر هذا كاي هو عبارة عن سلايد كفر، تقدر تلفها بحيث انك انت تفتحها لما تبيها، ولما تبيهاش تقدر تسكر السلايد هذا كاي، فعلى طول يسكر لك الكاميرا نفسها يعني. فهذا هو سلايد، تقدر تلفها يمين او يسار مثلا، تفتح العدسة وتسكرها زي ما انت تبي، فعلى حسب انت استعمالك لها. غير هيك ما فيش حاجة تانية في الصندوق غير انه هو لينوفو 300 فول اتش دي ويب كام. وبس، شكرا جزيلا على المشاهدة ويومكم طيب. السلام عليكم ورحمة الله. ما تنساش سبسكرايب وتامز اب للقناة، واشترك في القناة، ولو عندك اي سؤال او استفسار حط الكومنت متاعك واحنا في الخدمة. شكرا جزيلا ويومكم سعيد.